أهلا بكم. قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان إنها تلقت اتصالا من المجلس العسكري الانتقالي لاستئناف التفاوض بين الطرفين. قوى الحرية والتغيير أكدت أنها ستقدم إلى المجلس ردا مكتوبا على مذكرته حول الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى الحرية والتغيير لتنظيم إيقاع المرحلة الانتقالية. ومتابعة لجديد المشهد في السودان، نتحول إلى هذه النافذة المباشرة من الخرطوم مع الزميل زاهر عمارين. شكرا لكما نضال وفرح، واهلا بكم مشاهدينا الى هذه النافذه الخاصه التي نفردها من العاصمه السودانيه الخرطوم. تستمر المظاهرات في ساحه الاعتصام في الخرطوم امام قياده الهيئه العامه للجيش، ومعها تستمر ايضا ايقاعات الشد والجذب بين الطرفين، قوى الحريه والتغيير من طرف والجيش ممثلا بقيادته المؤقته للبلاد من طرف اخر. هذا الشد والجذب بلور في الساعات الأخيرة بدعوى وجهتها قوى الجيش لقوى الحرية والتغيير المعارضة والتي تتمسك بالساحات سلاحا لها بالعودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن سجلت موقفا حادا برفض الاستمرار في هذه المفاوضات بدعوى أن الجيش يريد الاحتفاظ بالسلطة لنفسه. لنتابع هذا التقرير ونعود لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف. قبل نحو شهر بوح صوت هؤلاء حتى توارى حاكم عسكري ثم سقط. ابتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه. عامان تريد القبعة العسكرية التي هي من امتطت صهوة الاحتجاج وانقلبت على الرأس فحسب، أو حقنا للدم السوداني كما تشاء. فهي في الأحضان إذن. هكذا ربما يحاكي السودانيون الشقيقة مصر، يقول صوت أدرك المغزى. 30 يوما لا مطلب لشارع نكب على مدى عقود سوى نبذ النهج العسكري لحكم البلاد. رسالة أخيرة للمجلس العسكري، قمتم بخطوة وننتظر منكم ألف خطوة. التوجس إذن من عودة مباركة للقبعة العسكرية سيدة مرة أخرى هو ديدن قوى إعلان الحرية والتغيير ممثلة الشارع هنا. مذاك الحين الاتفاق معها ومع المجلس العسكري الذي وصف نفسه بأنه انتقالي ذرا لرماد العيون ربما. المجلس العسكري الانتقالي. يواجه المتحدث العسكري مشهدا لم يألف، بات صوت المدني أعلى منه، بل قد يهدد كرسيه. فلا رؤية تشترك هنا حينما تتهم قوى التغيير المجلس العسكري بوضع عقبات أمام التفاوض، فيما الأخير يتهم تلك القوى بالتحدث بلسانين، لسان موضوعي في غرف الحوار المغلقة وآخر خطاب ثوري أمام المعتصمين. قيل إن الخلافات هي نقاط سبع أساسية أبرزها المجلس السيادي الذي سيشكل بين الطرفين، لا خلاف في الأمر إلا لمن ستكون الغلبة فيه. ترتاب المعارضة من مقترحات للعسكر، ترى في الأمر محاولة لعودة عصا البشير إلى الساحات عبر صندوق اقتراع وفي ظل عدم جاهزية القوى السياسية للانتخابات، لكننا نقتنص صوتا أشد تأثيرا من الشارع. هنا ريبة من تدخل دولي سعودي إماراتي تحديدا لتغيير مسار الانتقال السياسي. الشخصيات هي ساهمت بشكل كبير جدا جدا في الإبادة الجماعية. كما هنا ريبة لمن اكتوى بنار المجازر في دارفور وجاء إلى الخرطوم هذه المرة آمنا من بطش قوى أمن البشير. يمضي شهر وقد يحضر آخر ويعول من يعول على نهاية القصة، فقبعة عسكر تحث خطاها للبحث عن ضالتها في مزيد من الأزمات لتغيير وجهة الشارع، ومعارضة لم يشتد عودها سياسيا بعد.
ولإلقاء مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلي هنا في الخرطوم محي الدين محمد الباحث في المركز الدولي للاستشراف. أهلا بك سيد محي الدين. يعني هذا المشهد المعقد الذي نشهده اليوم بين أخذ ورد، وكأن الطرفان يحاولان أن يكسبا الوقت، لكن لماذا يريدان كسب الوقت؟ ليست قضية كسب وقت فقط، أعتقد أن سرعة التغيير التي حدثت لم تتح الفرصة للطرفين لتجهيز وترتيب أوضاعهم، إلى جانب أن هناك مشكلات تتعلق مثلا بالتركيبة المعقدة لقوى إعلان الحرية والتغيير التي فيها أطراف مختلفة لها آراء متباينة، إلى جانب السقوفات العالية التي يطرحها الشارع. فكل هذه العوامل إلى جانب العوامل الخارجية المتعلقة بطموحات ورغبات بعض الدول في المنطقة للتأثير في مستقبل المشهد السياسي في السودان، كل هذه الأمور ربما هي التي تضغط الطرفين ليبدو المشهد هكذا مرتبكا وغير مستعد للتغيير الجذري. نعم، بالحديث عن الارتباك، الكرة اليوم في ملعب قوى الحرية والتغيير وإعلان الحرية والتغيير الذين قالوا أنهم سيردون على مقترحات المجلس العسكري الذي قدم انتخابات رئاسية مبكرة، ومن ثم قدم اقتراح آخر يتعلق بتقاسم السلطة. يعني ما الذي ينقص قوى الإعلان الحرية والتغيير لتقديم موقف موحد ثابت له ملامح قادرة على يعني البلورة حل ما مع المجلس العسكري؟ أولا تحتاج إلى الإرادة السياسية، لأنها يبدو أنها تضع طموحات كبيرة وسقوفات للمطالب كبيرة أكبر من ما يحتمل الوضع. أولا هي بشكل من الأشكال تقول أنها تدرك دور الجيش في التغيير الذي حدث، وتدرك أن الجيش لابد أن يكون طرفا في المعادلة، ولكنها في ذات الوقت تريد أن تقلص وجود الجيش ومساهمته في هذا التغيير. بالتالي أعتقد أنها عليها أن تدرك أن حجم مساهمة الجيش في هذا التغيير تستحق تقديم تنازلات فيما يتصل بالمجلس السيادي، وأن تقبل بروح منفتحة على تشكيل المجلس الوزراء والبرلمان الانتقالي. نعم، قوى الحرية والتغيير دائما تقول أنها تستند إلى الشارع، تستند إلى سلاح الاعتصامات والإضرابات إن اضطرت، كما أعلنت أكثر من مرة ولوحت بهذه يعني الورقة بأكثر من مناسبة. لأي درجة اليوم الشارع بعد مرور شهر على خلع البشير وأيضا عدم وجود تحسن ملموس في الحياة المعاشية اليومية للمواطن السوداني، لأي درجة ما يزال يثق في قوى الحرية والتغيير كمفاوض نيابة عنه؟ أنا أعتقد أن هذه الثقة قد اهتزت بشكل كبير، وذلك أن الشارع ليس هم من يقفون أمام القيادة العامة، وقد قل عددهم مقارنة بالأيام الأولى. كما ذكرت هناك مشكلات كبيرة، نحن نمر بشوارع الأحياء والمدن نجد أن الاعتصامات وإغلاق الطرق وحريق الأساتذة أو الإطارات على الشوارع كله موجود بسبب مشكلات تتعلق بالخدمات. هذه الخدمات كان يجب أن تقوم بها الحكومة التي ستتشكل، والتي على قوى إعلان الحرية والتغيير أن تصل فيها إلى تفاهمات مع المجلس العسكري. أنا بالتالي أعتقد أن صبر الشارع قد بدأ ينفذ في هذا الأمر، والشارع الآن يريد تقديم معالجات جذرية للمشكلات التي يعاني منها، ويريد تقديم تنازلات من قبل الطرفين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير حتى تسير عجلة الحياة في البلاد وتعود الحياة لطبيعتها في السودان. بانتظار يعني تنضيج المشهد السياسي بين الطرفين وتقديم تنازلات، تحدثت قوى الحرية والتغيير عن 72 ساعة ستحل خلالها جميع المشكلات العالقة، خاصة مسائل التمثيل والمناصفة وغيرها، لكن أود أن أسألك أيضا عن التمثيل الجامع لقوى الحرية والتغيير بما يتعلق بمسألة المعارضة. اليوم شهدنا يعني مؤتمرا صحفيا لأردول مبارك أردول المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير السودان القطاع الشمالي، جوبها برفض من المتظاهرين ومن المعدودين على قوى الحرية والتغيير، لكنه أيضا قال بأنه جزء من المعارضة بالنهاية، وهو ما يقوله المجلس العسكري، لا تستبعدوا الجميع. كيف ستتجاوز قوى الحرية والتغيير هذه المعضلة، ضم جميع أطياف المعارضة إلى مظلتها؟ هذا تحدي كبير، نرى أنهم يسعون في خلال هذه الأيام لتشكيل مجلس قيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير. يبدو أن هناك صعوبات تواجه هذا الأمر، لأنني كما ذكرت لك هذا التكتل يشتمل على عدد من القوى الكبيرة، ربما 5 أو 6 كتل كبيرة، وكل هذه الكتل فيها عدد من الخلافات على مستوى التنظيمات المختلفة التي تشكل هذه الكتل. كما ذكرت لك يبدو أن المشهد السياسي يعني
تأثر بسرعة التغيير التي لم يكن أحد ربما يتوقعها. بالتالي قوى إعلان الحرية والتغيير أمامها تحدي كبير أن توحد صفوفها حتى تعبر عن قوى المعارضة جميعا، خاصة من تدعي أنها قد حركت الجموع المواطنين، إلى جانب عدم استبعاد القوى السياسية الأخرى، لأن حالة الاستقطاب الحاد في المجتمع السوداني كانت واحدة من العوامل الكبيرة التي شجعت القوات المسلحة للانحياز لقوى إعلان الحرية والتغيير وتغيير النظام السابق، بحسبان أن هذا التشرذم سيؤثر على بنية المجتمع السوداني وليس على الدولة السودانية. أود بعجالة أن أسألك فقط عن المعارضة المعدودة على نظام البشير، يعني المجلس العسكري يقول أنكم يعني لا تضمون الجميع، يجب أن تضموا معارضة كانت جزء من نظام البشير، البعض يرى في هذا الأمر أنه محاولة لاختراق صف قوى الحرية والتغيير، لأي درجة هذا السيناريو وارد؟ هذا مهم جدا، لأن بعض هذه القوى كانت حركات مسلحة وقعت اتفاقات مع الدولة حينها التي كانت يمثلها النظام عمر البشير، بالتالي استبعاده ربما سيعيد دائرة الحرب. نحن نريد تسوية كل الملفات، فبالتالي لا يمكن استبعاد قوى حقيقية شاركت. المجلس العسكري أكد أنه لن يقبل مشاركة المؤتمر الوطني، ولكن القوى السياسية الأخرى التي شاركت معه بموجب اتفاقيات يجوز لها أن تشارك لتطبيع الحياة السياسية في البلاد. شكرا جزيلا لك محي الدين محمد، الباحث في المركز الدولي للاستشراف، كنت معي هنا في العاصمة الخرطوم. بهذا نصل إلى نهاية نافذتنا هنا في الخرطوم، عودة إليكم في الاستوديو نضال وفرح.